صلاتي محمد في الغيوم في لوحه مكتوب بشرى تهز القلوب من رحمة المهدى صرح عظيم البنا بناه رب قلتها أشفي غليلي يا ويلتي لا لن أقول فقومي أيا صلاة الزين صلاة الزين على عزيزي صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزي
29 من شهر يونيو من عام 1967 في الخرطوم أطلق لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. 24 سبتمبر 2017 هاشتاغ أبحر قائم لا اعتراف لا تفاوض لا صلح هاشتاغ مشمش. يوم الأحد يوم الأحد وهذا مو راضي يشتغل. اليوم الأحد في ناس ما تبي تشتغل اليوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اليوم الأحد 18 مارس 2018 أيوة يحدث الآن يحدث الآن السهرة عندنا تقول الآتي: القصاص حياة الألباب. الله حسبي حسبي الله أفرغ علينا صبرا لا حول ولا قوة إلا بالله. عم فاطمة من ألوذ به سواك. ثمانية وعشرين جماد الثاني 1389 عشرة سبتمبر 1969 لسا حنيني بيندهك رغم البعاد أنا عشقت البدر يوما لا تلوم. Dance, reflect. ظاهر دليل ظاهر دليل صورة مشهد. وقت زمن مسافة من ألف لباء. أيوة. We speak no evil. Raise your voice. Raise your voice. كلمة raise دي raise your voice. خلاص اللي هو أرفع صوتك صح؟ أو يعني أما بنعمة ربك فحدث مثلا اللي هو كيف الحال؟ الحمد لله هذا اسمها. نطلع صوت أصلا. إنه اطلع صوت. خلاص؟ فvoice هذا عبارة عن شوية هواء شوية هواء جات خلاص كده كده خارجة خلاص. تبى تستخدمها ولا تبى تعبر عنها ولا تبى تقول إشياء ولا تبى تتساءل فيها ولا تقعد تتفرج عليها داخلة خارجة داخلة خارجة شوية هواء. الصوت عبارة عن حركة عضلة اللسان اللي هو حركة الكتلة مع الهواء في تجويف وشوية أحبال صوتية وبعدين synchronizing with the brain على أساس اللغة لسان قومي وهكذا. طيب ايه سكتم بكتم دي صدق الحنك صدق الحنك هذا مش اسمه سد الحنك. ايوه سد الحنك عبارة عن إيش؟ الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وكان فضل الله عليك عظيما. فيعني في الحكاوي دي هو ده هو
الصوت اللي بيطلع. هي دي الحركة اللي العين بتشوفها. يعني عاد ايش هنسوي؟ ما هو احنا وصلنا لمرحلة انه العقل يدرك حركة الجسد. خلاص متعود على الحركة الصامتة حقت اليدين او حقت الرجلين. ما الجسد ما هو العقل ما هو متعود على صوته، ما يعرفه. فعاد ايش هنسوي؟ جاء وقت الجسد ده يطلع له صوت، بيقول بقى كلام العقل ما هو عارفه، لانه اول مرة يسمع الصوت ده، فما هو فاهم الصوت ولا فاهم اللغة، ولا لانه لغته بصرية، فما هو فاهم ايش هذا الكلام، عارف كده يعني. فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وعلى قدنا وعلى قدنا طول الوقت. يعني ما اكتشفنا يعني اي حاجة تانية غير انه احنا على قدنا على قدنا طول الوقت، والحمد لله على العافية. يعز علي أعود على حالي. يعني بعد إدراك المشهد لازم هناك حركة، تلبية لرغبة ما، بس لازم أتحرك، ما أقدر أقعد على حالي صراحة يعني. تمام. ظنا إنه لو قعدت وضع رأسي أو وضع أفقي إنه ليس هناك حركة، كلا البت، هناك حركة مستمرة طول الوقت. هي الطاقة اللي جاية بتحرك القلب، هذا الكتلة دي اللي بتتحرك طول الوقت. خلاص كتير، فهو بيشتغل طول الوقت بالطاقة، حاس بيها تماما. استيعاب يعني بعد نجيب السفنجة ها وتغرقها موية، يعني في الوعاء ده وتغرقها موية، تغرقها سائل يعني. خلاص طفح الكيف، ما هي خلاص بدأت تبقبق. فيجي يقول لك كثيرة الحركة كثيرة السؤال غير لا مزلة. لكن من هذا المنظور انه راضي لي. طيب ما هو خلقني كثيرة الحركة وراضي لي انه حركتي تكون هكذا. يعني ايش يعني؟ هل تعتقد، مين يعتقد في هذا العالم ان شاء الله خير انه لو خيرت، الحمد لله طبعا انا مو قصدي شيء، خلاص لو خيرت انه اكون كثيرة الحركة ولا زي باقي البنادمين الاموات اللي انا شفتهم قدامي دول، والله اختار الاموات، لانه الجهل نعمة الحمد لله. الانسان حملها الانسان كان ظلوما جهولا، جهل نعمة، جهل في حد ذاته نعمة. الآن العلم في حد ذاته نعمة، في حد ذاته كل حاجة في حد ذاتها يعني نعمة. فكثيرة الحركة دي الحمد لله على أساس إنه كده يعني مطلوب مني حاجات كتير طول الوقت للخدمة. هذا القلب هذا نزل فيه روح الله، يبغى منه شيء، خلقه عشان يبغى منه شيء. يعني absorbing all this
49 years of على وجه الارض عارف ها absorbing طول الوقت خلاص لا حول ولا قوه الا بالله ابو تعصر يا الله يا سي محمد ما ادري اعصرني ما ادري امسك يدي كده امسك يدي كده وشربني من يدك كده ولا اشفط المويه اللي في ما ادري واحد فينا ابويا انا اقول لك ايش اقول لك سي محمد لا اله الا الله الله يرحمه ابويا ايوه الله يرحمه ابويا سي محمد يلا ترحمنا عليه